على منطقة البربير. هيدي المنطقة فيها أحد المحلات يلي عمره من سنة 1950. ما بدي خبركن على المشهد قدامي، عرفتوا أكيد عن شو بدي أحكي، ولكن المهم بهيدا المحل أنه حافظ كمان من 1950 لحد هلأ على نفس المنيو من الأكل، على نفس الأطباق يعني يلي بيقدمها، اللي هن راس النيفة، الكراعين، ما رح سميلكن إياهم كلهم، ولكن خلي أحمد منصور يلي بدي أعرفكن عليه هلأ يخبركن عن هالمحل، كمان يعتبر اللي عمره من عمر بيروت. احمد تحياتي، انا نفوت لعندك على المطعم. تفضل تفضل محلك. حبيب قلبي كيفك، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك احمد. اول شيء بدي اقول لك انا يعني في اماكن كل اماكن بنزورها حلوه، ولكن في اماكن انا عندي تبقى مميزه عن اماكن ثانيه. وقت اشوف راس النيفة اكيد راح يكون من اميز الاماكن. انا جاي بذكر من شي 10 سنين 8 سنين لعندكم، ضايق مره عندكم ومذكر انه كانت تجربه ممتازه. ببرمطنا اليوم ببيروت عم نجي نلقي التحيه على كل المحلات والاماكن يلي عمرها من عمر جدودنا، صح؟ 100% صحيح. هذا محلكم اول شغله، اهلا وسهلا فيكم في محل مطعم منصور وعلمة. نحن هون على البربير، بيروت بربير. نحن بنعد من اقدم محلات بيروت. نحن محلنا من 1950. نحن بلش فيه جدي الله يرحمه، ورجع جدي، رجع بيي كمل المسيره، رجع بيي توفى، نحن اولاده عم نكمل المسيره، نحن الاحفاد يعني بسم الله، والحمد لله بعدنا يعني سايرين بهالموضوع وعم نشتغل والحمد لله وماشي الحال. بالتوفيق. احمد عن جد انه الشعب اللبناني شعب بحب بطنه، يعني كنا عم نحكي انا وياك قلت لك بتبلشوا من اي ساعه؟ قلت لي من الترويقه بتبلشوا الغداء. الساعه 7 ببلش نحن شغل، وفي ناس هلا اسم الله هلا في ناس موجودين كله عم يتروقوا، شو عم يتروقوا؟ راس نيفا وعم يتروقوا معصب وفوارغ وابوات وفتات على انواعها. فتت في عندنا فتت المقادم وعندنا فتت لحمه الراس. عادي الراس النيفه بنشيل منه اللحم، بنكب العظم اكيد، بنحطه بالفتي مع لبن على الوش سمنه مع كاجو. يعني هي ترويه بتنعد، وبتنعد غدا وبتنعد كمان عشاء، يعني هو كومبلي يعني ما في مزح بالموضوع. عن جد اللي بيقدر يتروق هيك ترويقه انا بدي ذوق، يعني ما في ما والله ان شاء الله بنذوق كل شيء اكيد. سؤال تفضل. وقت اللي بلش جدك بهيدا المحل بلش هيدا النوع من الاكل؟ بلش بهالنوع، بلش بالمقادم والروس النيفة والفتات، بس ما عمل الفوارغ والابوات. بعد تقريبا يعني نحن مستلمين نحن الاحفاد، نحن مشينا الفوارغ والابوات، نحن شفنا الاكل ناقصه، وهذه اكل قديمه وبيروتيه يعني ابا عن جد وقبل الجد، ناقصه الفوارغ والابوات مشيناها، والحمد لله طلع في عليه اقبال كثير قوي على الفوارغ، خاصة بهالزمن انه ما في حدا عم يعملها. وقلت لك يعني نحن دائما برنامج العودة الى النملية بنرجع لتاريخنا ولماضينا ولتقاليدنا وكذا، فكان ضروري انه نطلع عليكم ببيروت بحلقتنا ببيروت اليوم. خلينا نعمل جولة انا وياك سريعة. اول شغلة هذه طنجرة مثل ما هي بس الفوارغ. عودة بس فوارغ يا جماعة. عادي بجبال سموه الدست. هذا الفوارغ. مشاهدينا رح يعملوا لنا كم صحن هلا، بنقعد بدي اخبركم عن فوائد كم شغله. هلا الناس وقت يشوفوا الدسم من هذا النوع بيقولوا يي هذا اكل مؤذي، هذا اكل كله مليان دهون وممكن يكون خطر على الصحه، ولكن مزبوط كترته فيها خطر على الصحه، بذات الوقت لا في افادات هلا بخبركم عنها انا والسيد احمد. إذن استكمالاً للكلام يلي نهيت فيه من قبل شوي أنا وأحمد، إنه هيدا الأكل فوائده هل هناك ضرر وهل هناك فوائد أو في شيء بالنص؟ هلأ بنحكي عنه، ولكن أحمد في شيء بيلفتني دايماً كنت عم أقول لك إيه هلأ كنا ناطرين الشباب ليبلشوا، إنه هيدا الأكل يا في ناس بتحبه يا في ناس تكرهه وتقرفه يي ويع ومعقول وشو هالقرف وشو هالكذا. هلأ أنا بالنسبة لي أنا من نادي محبينه
حبيب قلبي انه لاكثر من سبب بيناتهم انه مش مزبوط. هلا هيدا اكل دسم وبيلبق مزبوط للشتويه اكثر من الصيفيه، ومزبوط اكل حامي واكل ثقيل، ولكن بذات الوقت هيدا النوع من الاكل يلي فيه دهون بنسبه عاليه هيدي دهون جيده للجسم. صحيح. اذا التزمنا باكلها بشكل منطقي 100%. كمل. طيب بقصد انه في ناس يا بتحبها بتحبها، يا في ناس بتكرهها. هلا انا بيجي عندي عالم بكون بتيجي طاوله والله اثنين بيحبوا الاكل، بكون جاي معه واحد بيحب بس مضطر يقعد. انا بتدخل. انا فوت بتحشر بالعالم انه ليش ما بتحبها، بكون مش اكلها بس انه سامع عنها. انا بجرب انه اقول له خيدوق جرب لقمه هيك هيك، اخر شيء بدوق وبخلص بحبها. بس بقى الفكره انه قديمه والله انياء وبقرف، هذا بطل باخذ منه شيء، وخاصه اذا كان شايف المحل نظيف. صح. يعني هو اهم شيء النظافه بالمحل الاكل. صح. شو ما كان حيلا محل اكل بده يكون فيه نظيف نظافه. نفس الشيء صارت معي في هذا من جمعتين هلا ايام البرد، هيدي السقعه يلي اجت. ففي اثنين اصحابي قاعدين معنا، قلت لهم ليكو بدي اجيب راس نيفا. راس نيفا بحياتنا ما أكلين راس نيفا وكذا، مهم طلبنا من محل راس نيفا، وطلبوا هن سندويشات طوق ولحمة مشوية مشاوي، يعني سندويشات مشاوي. قلت لهم طب دوقوا، قعدنا اجوا الاثنين، قلت لهم دوقوا، وقت تدقوا راس النيفا سندويشات المشاوي بيقوموا مثل ما هن، أكلوا لي راس النيفا. الله يسامحكم. مهم خلينا نحكي أحمد عن موضوع شق الفوائد الغذائية أو الضرر الغذائي. خلينا نكون صريحين، يعني نحن لأنه في مشاهدين بيحضرونا وما بدنا كمان نفوتهم بالأكل. لا بدنا نحضرهم بالأكل وبنفس الوقت تكون هي صحية لهم. صحيح. خليني بلش بالمقادم والعصب. صحيح. المقادم والعصب هيدا على مسؤوليتي الشخصية ضرورية 100%. صح؟ ضروري اكيد. قل لي احمد اكثر، انت خبير. المقادم والعصب هن ضروريه لصحه جسم الانسان. اول شغله منيحه للركب للاجرين، وخاصه منيحه هي فيها كولاجين، هي كولاجين على الحل. صح. يعني العصب والمقادم هن كولاجين، واللي تعول التجميل بيعرفوا شو يعني كولاجين. صح. فغنيه عن تعرف هالموضوع. منيحه للبشره، منيحه للجسم، بضل الجسم مشدود، وخاصه بالشتاء بضل واحد دفيان، يعني بس ياكل الاكل خلص. وفيها بروتين عالي كمان. دهون فيها دهون ولا لا؟ ما فيها دهون. ما فيها دهون. ما فيها دهون. هذا اللي بدي اقول لكم اياه، وحبيت اساله كمان لاحمد اتاكد 100% انه وقت نحكي عن المقادم او كرعين بسمون محلات بسمون مقادم، وقت نحكي عن العصب مهمين جدا بالاخص للمتقدمين بالسن، ضروري هيدا الطبق وشوربته، يعني بنسلقهم كذا. صح. والشوربه تبعها تنشرب ممتازه للمفاصل، على كل مستقل مفصل بالجسم بحاجه انه نكون. صحيح. عم ناخذ منه. مشان هيك هذا رقم واحد. الناس اللي مفكرين هيدا الاكل عم نحكي عن المقادم برجع بعيد والعصب جماعه انه هي هيدا دسم وكذا، هيدا ما له علاقه بالدسم. هلا بالشق الثاني بدنا ننقل على راس النيفا مثلا. صحيح. راس النيفا في دهون اكيد، في دهون 100%. في دهون وفي لحم كمان، بس لحم على الحل. وفي دهنه. بس الراس النيفا مش معنى الدهون هو بنصح اللي بيعمل امراض. صح. دهون صحيه اذا اكلت اذا اكلت مره او مرتين بالاسبوع. صحيح. مش انه نطرق ثلاثه راس نيفا كل يوم كل يوم كل يوم. يعني وجبه المايونيز اللي فيها مايونيز الوحده فيها دهون وفيها مصايب اكثر بألف مره من هيدي راس النيفا اللي في ناس. صحيح. بيقولوا عنه يعني وهذا دهن وزفره والى اخره. فهيدي شغله جيده. هلا خلينا ندوق، خليني فرجيكم قبل كل شيء. شوفوا راس النيفا والعصب هون لذيذ الخبريه انه اول شيء بتخلطوهم سوا. صح. صح؟ يعني في مقادم وفي عصب اثنيناتهم سوا بتحطوا معهم. بنحط معه شيء، بنحطه مع الشوربه تاعت المقادم والعصب. وفي عندنا خلطه تاعتنا هي مخلوطه بالثوم والخل والنعناع اليابس، هي خلطه هيدي شوربه المقادم والعصب. بس انتبه عشان انا في النار طلعت سخن كثير.
طيب وممتازه احمد، يعطيكم العافيه وكل التوفيق. مشاهدينا انا اذا بصير لي هلا اليوم حلقه بيروت، نحن عم نصور حلقتين ببيروت، كل محل عم نروح عليه لحد هلا صاروا ثلاث رواقات. عم دق لكم شوي، انا اذا بصير لي لو عم صور حلقه بيجي هذا الصحن، او اذا بدنا نعمل ببيوتنا هذا الصحن باخده مثل ما هو، لانه بعرف كميه الافاده اللي موجوده فيه. بهمني شغله راس النيفه. طيب. ما راح ذوقه هلا، بنرجع بنشوف نحن والشباب. راس النيفه حاكيين عنه، راس النيفه عندكم ريحته نظيفه اصلا باينه، يعني الخبريه من عنوانها هونيك. حابب ذوق الفته مع راس النيفه، صحيح؟ فتة راس نيفة بتصور كتير قليل من الناس بيعملوها أو المحلات موجودة فيها، صح؟ صحيح 100%. هيك فرد مرة شوفوا القلوبات، مش معقول الفتة رهيبة رهيبة. فتة مقادم، يعني أنه المقادم لأنه لحالة، انا مع انه بحب معقول اكلها لحالها رشه ملح، يعني ما بدي اكثر من هيك، بس يمكن لحالها ما فيها هالنكهات. صحيح هلا دارج المطيبات، الملح، البهار، الحار، هذا شيء منيح، مش عاطل بطيبها للاكل يعني. بدل ما واحد ياكلها بس مقادم على الحال، لا في يحط لها شويه مطيبات بتطلع طيبه منها عاطله.